واليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة المخلل. عمل المخلل طبعا أنا اخترت اليوم اللي هي الفليفلة الحلوة وطريقة الخيار البلدي. رح نحكي في الأول عن المواد اللي رح نستعملها إحنا في طريقة عمل المخلل الفليفلة. هاي طبعا الفليفلة أنا اللي إحنا شايفينها بالصورة، هاي هي فليفلة حلوة. رح نحتاج عشان إحنا منا نحشيها رح نحتاج لفليفلة حلوة وفلفل حار وثومة وجزر مبروش زي ما إحنا شايفين، ورح ندخل فيها كمان الجوز. الجوز طبعا حسب الرغبة، أما هاي أنا يعني بالنسبة إلي بعتبرها إنها من الضروريات إنها تكون موجودة، الثومة والفلفل الحار والفليفلة الحلوة. ورح نستخدم معها طبعا الحمص، نضيف عليها لما نضيف المي حب الحمص، ورح نحكي لما نضيف الحمص ليش أنا بضيف الحمص. طبعا المقادير هي بتعتمد كيف الكمية الفليفلة اللي احنا بدنا نخللها. أنا عندي هاي الفليفلة غسلتها ونظفتها، وهاي طبعا عشان تسهيل الوقت فرمتها على الماكينة، أو بنقدر إننا نفرمها على الإيد، شو بيكون أسهل إلنا احنا بنمشي. هلا رح نحتاج لجاط احنا عشان بدنا نخلط المواد اللي منا نستعملها. رح ناخذ هذا الجاط اول شيء، هاي بدنا نشيلهم احنا عشان نوسع على حالنا. هاي الفليفلة الحلوة، وهاي الجزر المبروش، هاي زي ما احنا شايفين كله أنا فرمته على الماكينة. طبعا ما في يعني حد للكميات، هو الكمية حسب ما احنا بدنا نخلل، ان ممكن ان نزيد حسب الرغبة الفلفل الحار ونزيد او الفلفل الحلو او الجزر عادي، كيف هي الست بتحب. انا عشان هاي الفليفلة حلوة زدت شوي الفلفل الحار، وهي الجوز زي ما حكينا الجوز اختياري، ممكن ان نضيفه ممكن ان نستغني عنه، وهي كمان الثومة المقطعة. هلا بدنا نضيف احنا عليها الملح طبعا وزيت الزيتون. احنا ما رح نكثر يعني حوالي فنجان زيت، وهاي عندنا الملح. طبعا الملح رش يعني بدنا يكون ملح للمخلل مش ملح للطبيخ او للاكل. طبعا رح نحط كمان تقريبا معلقة صغيرة سكر، رح نضيف ممكن ان نضيف روح الخل، ممكن ان نضيف خل. إذا ضفنا إحنا روح الخل ما منا نزيد الكمية، لأنه هذا الروح الخل يعني أقوى من الخل، فإحنا منا نضيف كمية قليلة عشان تعطيها حموضة، يعني قدر الغطاي هاي. أما إذا ضفنا الخل ممكن إن نضيف فنجان. هاي إحنا خلطناهن، هيك احنا صارت عنا الخلطة جاهزة. هلا بدنا نشوف كيف عملية التخليل. طبعا هاي العرق احنا بدنا نقيمه،
نفتحه من النص من هون. احنا نعرف مشاهدينا كيف انه صفرة رمضان او مائدة رمضان انها ما بتخلع لنا من المخللات، فاحنا لازم ان نكون مجهزينهن قبل بوقت. طبعا في الصيف احنا بنعرف انه المخلل ما بيطول، وعشان احنا بنضيف كمان خل، وممكن ان كمان المرتبان نحطه شوي بالشمس اذا احنا بنكون مستعجلين على انه يخل بسرعة. مشاهدينا هيك احنا تقريبا انهينا مرتبان الفليفلي المخلل. هلا بدنا نحكي عن المي اللي احنا بدنا نضيفها على المخلل. هي انا عندي هون حوالي لتر مي، كل لتر مي بنحط له 3 معالق كبيره ملح. بهذا الحجم ما بدنا تكون مليان كثير. رح نحط كمان رشة سكر. حوالي معلقة صغيرة. رح نضيف زي ما حكينا بالغطاي. طبعا المقدار بيختلف، اذا كان المرتبان اكبر او اصغر احنا بنتحكم في كمية روح الخل اللي بدنا نضيفها. احنا ضفنا كل لتر مي 3 معالق كبيرة ملح، وضفنا معلقة صغيرة حوالي سكر، وضفنا قدر الغطاي روح الخل، غطاة الفنية روح الخل. انا هون رح اضيف حب الحمص. طبعا انا الحمص هسه الكل بده يسال الحمص شو بده يعمل. انا تعلمتها من وحده كبيره حكت لي عنها، جابت لنا مخلل وكان في حمص فسالتها ليش، حكت لي هو بخلي المخلل اي نوع مخلل انه نضيف له حمص، خاصه اذا مخلل خيار او فليفله او فكوس بخليه يضل يقرش وبخليه صلب. فهي سبحان الله يعني بصير شغلات ما بتعرف إنها تفسير علمي، بس اللهم إنه بتزبط معاها. رح نضيف هون ورق دوالي. طبعا إذا ما في دوالي ممكن إنه يكون الموسم ما في دوالي، مش مشكلة، إحنا بنقدر إنه نحط كيس نايلون على بيجي عشان بدنا إياه ينزل لتحت. انا بفضل انه ما نغطيه من اول مرة، انه بس نخلي الغطاء شوي مقلوب عليه عشان نعرف احنا المخلل الا يفور شوي، يعني بعد ساعتين زمان احنا بنفقده وبنشوف اذا نقص مي بنضيف عليه طبعا مي وملح، واذا ما نقص مي وشفنا المي تبعته مناسبة بنغطيه محكم. هيك عنا احنا مخلل الفليفلي صار عنا جاهز. احنا انهينا عملية مخلل الفليفلي، هلا بدنا نخلل الخيار.
طبعا يفضل انه يكون الخيار بلدي، لانه يعني بطول اطول فتره طويله اكثر من الخيار العادي. لكن اذا احنا بدنا ناكل الخيار العادي طبعا بسرعه وما بدنا نخزنه وبنقدر ان نخلله. هي عندنا هون خيار بلدي، انا غسلته ونظفته، هينا نسطحه شوي يسطح طرفه. هو يفضل انه الطريقة الصحية للتخليل انه يكون في مرتبنات كزاز افضل، لكن احنا بنعرف الكزاز انه البلاستيك اسهل في الاستعمال والنقل وإشي من الكزاز، فاحنا صرنا نخلل في بلاستيك، اما هو صحيا الكزاز افضل. طبعا مقدار الملح نفس مقدار اي مقدار مخلل انا بعمله، هو نفس الاشي، كل لتر مي له 3 معالق كبيرة ملح. طبعا هون انا رح اضيف له الفلفل الحار، الكمية احنا حسب الفلفل شو بحرك وحسب الرغبة، في ناس ما بتفضل اللي بحرك، في ناس بتحب الحار، حسب. هاي رح نضيف لها الثومة، طبعا بكشره عادي يعني بصير، احنا المهم بدنا الطعم. هاي انا حطيت 3 فصوص ثومة. نفس الاشي انا راح اضيف هنا حب الحمص، هو بس كم من حب يعني، راح نضيف له الشومر، كثير بيعطي نكهة وطيب الشومر معاه. طبعا هذا شومر بلدي. هلا بدنا نعمل احنا المي، هاي عندي لتر مي، نضيف 3 معالق كبيرة ملح، تقريبا معلقة صغيرة. برضو نضيف عليه الدوالي، بعدين ندخل الدوالي ونضيف، نزيد المي إذا بدها مي زيادة. طبعا الدوالي بحميه، بضل كابس عليه على اساس انه المخلل ما يطلع لفوق ويطيش على الوجه، بعدين بتعمل هاي الطبقه البيضاء، بعدين بعطيه كمان حموضه. يعني احنا بنفضل ان نضيف عليه ورق الدوالي، اما زي ما حكينا اذا يعني ما مش موسم ورق الدوالي ممكن ان نحط عليه صحن.